السودان عشان اللقمة الهنية واللقمة الحلال، فبالتالي في أرزاق إضافية بنكسب منها إحنا كل يوم في الصباح، وفي أرزاق مرتبطة بحياتنا اليومية، يعني برزل ميكانيكي، إذا ما كان في ميكانيكي ما حيكون في استمرار لعجلة الناس في الحياة يعني. فواحدة من فقراتنا الصباحية اللي حية بنمشي نزور المكان نفسه عشان نتعرف على كثير من التفاصيل. أرزاق في المحطة الجاية مشاهدينا، تابعوا من نجي تاني. قاعد شغال مكانيكي هنا في الخرطوم لي أكثر من 10 سنة في الخرطوم، هنا شغال في مجال الميكانيكا مع شركة المهاجر، والشغلة دي أنا جاية يعني برغبة مني، أنا أصلا كنت راغبة الشغلة في الأسرة كلها ما في زول غير يعني، والحمد لله شغال تمام. درست معهد هنا في شارع الغاوي، معهد الألماني 3 سنوات تخرجت منه، بعدين درست في شركة المهاجر الحمد لله هسه شغالين تمام، شغال مناس المهاجر 12 سنة والله. أكثر حاجة الناس بتجيني عشان الشغل النظيف، تكفيل المكنات، يعني المكنات دي أنا بشتغل المكنات، يعني الناس بتقول بيقول لك المكنة دي ما بتشتغل إلا تغيرها، لكن أنا بقوم شنو بفكها بعمرها بجيب إزبيرات أصلية، والحمد لله الناس كلها بتجيني عشان المكنات. عربات يعني كل العربات الجاز والبنزين كروزرات كلهم قاعد يشتغلوا المكنات، يعني في مجال المكنات دي الحمد لله. أنا عارف أقفل لك المكنة 5 6 سنة بتكون شنو في عمان، بس أنت تحاول شنو تغير الزيوت والمصافي، تحافظ على البرنامج اللي بديك للعربية. وعندنا الحاجة الثانية العربات الصغيرة دي هسه في الخريف عندها مشاكل بتاع موية، هسه لو احنا الفئة دي عربية خشت جوا موية وشربت موية خربت لنا المكنة مرة. الصباح بنجي الساعة 8 صباحا بنكون هنا في الورشة، بنطلع 5 6 على حسب الشغل. دار اديكم نصايح، هسه عندنا اخذنا هنا سقاله عربيتها بالترتل، انا خشيت بها في المويه، انت لما تخش المويه ما تستعمل الابانس، ترفع رجلك من الابانس العربيه بتدردك برا بتمشي، لانه لما تدوس الابانس العربيه بتشفط المويه بالسايفون بتودي لك في الراس والمنافولد، العربيه بتجور ثاني وبتمشي معك الا تفك المكنه وتفك الحياه دي. لكن لو خليتها والتقسيمه بتطلع برا الشارع، بس انت تكون حافظ الشارع يكون نظيف، يعني يكون ما فيه حفرة، عربية بتدردك وراها بتمشي.